السلام عليكم. بصراحة موضوع الفيديوز ده شيء موتر جدا، ولكن أنا بصراحة من أول السنة الجديدة قررت إن أنا هعمل أي حاجة تبسطني، وهعمل كل حاجة أحس إن أنا قادرة أساعد بيها حد غيري، بإني أديله أمل، أديله إيجابية، أديله معلومة، أديله فكرة هعملها على طول. فاحنا نخش في الموضوع على طول. انا اسمي الاء، متجوزه بقالي 4 سنين ونص تقريبا. من اول ما اتجوزت سافرت على طول، حاليا عايشه في السعوديه. من اول ما اتجوزت يعني وام عندي باري 3 سنين ونص وزين 2 سنين. الحقيقه انا كل الحاجات دي والسفر وكده يعني ادتني مسؤوليه كبيره، وادتني شويه خبره كويسين بالذات يعني في المرحلة اللي أنا وصلت لها. فبصراحة أصحابي كتير الفترة دي اتجوزوا وبرضو تعرضوا لنفس الموقف إن هما سافروا وكده، منهم اللي جه السعودية ومنهم راح أماكن تانية، ولما بتكلم معاهم بلاقيهم تقريبا عملوا نفس الأخطاء، مروا بنفس المواقف يعني في بداية حياتهم وكده. بنصحهم على قد ما أقدر الحاجات اللي فلتت مني يحاولوا يصلحوها، بس انا حبيت ان انا يعني اجمع كل الحاجات اللي انا مريت بيها وحتى كتباها كلها كده، وان انا يعني قلت ان شاء الله لو قررت ان انا اعمل فيديوز ان انا اقول اتكلم معاكم فيها، بحيث ان اي حد لسه متجوز، اي حد لسه بيمر بالمراحل اللي انا هتكلم فيها، يعني لو اقدر اديله طاقة ايجابية، اديله بوش كده على قد ما اقدر، دي حاجة تساعدني جدا. فانا هدخل في اول موضوع، كنت مختارة موضوع تاني بصراحة، بس عشان اصحاب كتير ليا الحمد لله يا ربنا يعني يعني رزقهم بالحمل وكده، فربنا يرزق كمان كل حد مشتاق يا رب. فانا قررت ان اول موضوع يكون يعني البنوته الحامل وهي عايشه في الغربه، يعني ايه المفروض تعمله، ايه الحاجات اللي هتساعدها ان هي يعني تعيش الفتره دي بشكل حلو قوي. مبدئيا انا هحط الكيس بتاعتي وهقول لكم انا عملت ايه. انا اول ما عرفت ان انا حامل كنت في الاول جدا، فطبعا يعني كنت تعب ومرهقه جدا ومش عارفه استوعب يعني انا جوايا بيبي ومش فاهمه. طبعا في اول 3 شهور دي بتبقى شويه ملخبطه، فعادي يعني عادي جدا، كلنا مرينا بيها. لو انتي بتمري بيها دلوقتي عيشيها كده زي ما هي، نامي شوية، ريحي على قد ما تقدري، بعد 3 شهور كده تبدأي تفوقي، زي بقى لا عاوزة تخرجي ومش عارفة ايه. فأنا عملت بعد 3 شهور دي حاجات معينة هقولكوا عليها. أول حاجة إنه أنا حد شوية مستقل، فمش يعني مش بحب قوي الموروثات بقى اللي هو خلاص بقى هربي زي ما أنا ربيت والحاجات دي. أوكي أنا زي ما أنا سويت ربيت وكده، أوكي أنا يعني عارفة مامي ربتني إزاي، وفي حاجات أنا بحبها قوي وقلت أحطها في أولادي، بس في حاجات تانية لا يعني عاوزة أغير فيها شوية. فأنا بحب يعني أشوف طرق جديدة وأفكار جديدة. فاول حاجه عملتها ان انا قلت عاوزه اقرا كتب، بس بما اني مش بحب القرايه خالص خالص، فجبت كتاب واحد حسيت ان هو فيه كل حاجه، والحقيقه كتاب جميل جدا جدا اهو. الكتاب ده كتاب لدكتور سبوك، وده من اول الميلاد لحد المراهقه، فيعني ضخم جدا ومحترم جدا وهيفضل معاكي العمر كله. انا بصراحه قريت ما قريتوش كله يعني، قريت لحد 4 سنين بس، بس لذيذ قوي وفيه كل حاجه، وتغير نفسيه الطفل وكل ما بيكبر بيعمل ايه، والانا والحاجات دي. بس عامه للماميز الجداد بيجيب بقى في الاول حتى الماس، لما البيبي يجي له ماس تعملي ايه، وفكره المساج للبيبي والحاجات الدلع دي، بس هي بجد بتريح البيبيز جدا، بالذات اول بيبي وكده، يعني هتبقى فضياله وهتبقي رايقاله قوي. فده اول حاجة انا عملتها وبنصح بيها اي حد. تاني حاجة البعد عن السلبية، يعني بجد بجد ميزة الغربة انه احنا مش بنقابل ناس كتير ومش بنقعد مع ناس كتير قوي، فالطاقة السلبية في الموضوع ده يعني ما بتكونش كتير، ولكن بيجولنا من اي حتة، من على النت، من على التليفونات، بيوصلوا لنا.
بيبدأوا يقولوا لسه بدري عليكي وما لحقتيش تعيشي لك يومين. المهم كل الكلام ده كلام يعني اسمعوه من هنا وطلعوه من هنا، ولو تقدروا اصلا ما تسمعهوش اعملوا كده، كلام فارغ وملوش اي لازمة. هتعيشي حياتك عادي جدا، الموضوع مش عايز سلبية خالص، الموضوع لطيف جدا، في حاجات فيه صعبة ده شيء طبيعي، لكن انتي لو من جواكي حابة تكوني ايجابية هتشوفي، يعني لو القماشة سودة هتشوفي معظمها نقط بيضة، ولو القماشة ولو انتي من جواكي سلبية لو القماشة بيضة هتشوفيها كلها نقط سودة. فعلى حسب انتي نظرتك للحياة ايه هتشوفي الامور، وهتشوف امور حياتك بالشكل ده، وعلى اساسها برضو يا اما الحياة تعدي سلسة وكده ويبقى الزعل فيها يعني اكيد لازم يحصل زعل وكآبة، بس يبقى الكآبة فيها قليلة شوية، يا اما العكس. دي تاني حاجة مهمة جدا، ان انتي تبعدي عن كل طاقة سلبية. انا اي حد بيقول لي كده بقول له يا جماعة انا هستعين بالله وان شاء الله ربنا هيسهل، وبالعكس دي حاجة ده رزق من ربنا وان شاء الله ربنا يفرحنا بيها وكل الكلام ده. وانا كنت بقوله كده على بقوله كده للناس علشان يعني ابعد الطاقة السلبية عني، كمان عشان انا ادي بوش لنفسي، لان ما كنتش يعني اللي كانوا بيدوني بوش ما كانوش كتير، فانا كنت لازم كمان اقوي نفسي. دي تاني حاجة. تالت حاجة هو ان انت تتفسحي وتخرجي على قد ما تقدري، مش علشان الكلام الفارغ اللي بيقول ان انت بعد كده مش هتشوفي يوم حلو وان انت مش هتعرفي تخرجي والحق، لا خالص. انا خرجت بعد الولادة وكنت بخرج بباري عادي جدا وما كانش عندي اي مشكلة، كانت المشاكل بتحصل بسيطة بس بتعدي في لحظتها، يعني بتنتهي في لحظتها وبنكمل يومنا. كنت بسافر، سافرت بيها يعني كده نتفسح اجازة، فعادي جدا ما فيش اي حاجة. ولكن برضو ارجع اقولك هو الطاقة اللي جواكي ايه هي اللي هتحكمك، فانتي اخرجي لسبب واحد، ان انتي هتكوني فاضية اكتر. يعني بعد الولادة هتكوني مشغولة بالبيبي، هيكون وقتك شوية محكوم، في خروجات مثلا ممكن تكون صعبة مع البيبي عشان البيبي مثلا بينزعج من الصوت العالي، فانتي مثلا ممكن لو رايحين مكان فيه صوت عالي تمام تروحي لوحدك احسن، بس هو ده السبب الوحيد. ان انتي مثلا هتكوني فاضية اكتر يعني، لكن بعد كده اولويتك هو البيبي بتاعك. اوكي، فده الثلاث حاجات المهمين جدا 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 تعمليهم، وانا عملتهم وريحوني جدا. اوكي، بعد كده بقى اهتمي يعني قضي بقى بقية الوقت في ان انتي مثلا بتختاري اسم البيبي، دي حاجة مهمة جدا بجد ولذيذة جدا، واصلا انتي تختاري اسم وتقتنعي بيه وبعدين يعني جوزك برضو يحبه ويقتنع بيه، دي مش زي ما تكون حاجة سهلة، بس يعني اختيار الاسم ده حاجة مسلية جدا وجميلة جدا. واحلى حاجة ان انا كنت دايما وانا بختار الاسم بشوف انا نفسي اتسمى ايه، يعني انا لو انا البيبي هحب اتسمى ايه، بس فدي بتبقى حاجة لطيفة جدا. تالت يعني ده كده تعتبر تاني حاجة كبيرة مهمة تفكري فيها. تالت حاجة كبيرة مهمة تفكري فيها ان انتي بقى تجيبي حاجة البيبي. فحاجة البيبي دي يعني انا يعني حاولت افتكر انه بقالي شوية يعني بقالي سنتين على الاقل، ما يعني ايام باري ما جبتش حاجة او 4 سنين، فانا شوية حاولت انزل لكم الحاجات اللي انا جبتها في الاول. مثلا ايه الحاجات، لو انت اكيد انت كمامي تبقي مركزه، بس برضو هحاول اساعدك واديكي شويه حاجات انا جبتها. يعني طبعا مثلا لو انت موضوع الرضاعه، لو انت مثلا هترضعي طبيعي، مثلا لو حابه مثلا يكون عندك بامب عشان يساعدك وعشان تقدري مثلا تاخدي لبن معاكي بره او كده، اتس اوكي. انا من الحاجات اللي انا يعني حبيتها واستخدمتها سواء مانيوال او اوتوماتيك. تاني حاجة مثلا لو هتجيبي مثلا صناعي، فبرضو تعملي سيرش على انواع الالبان ومش عارفة ايه، برضو تبصي كده قبل حتى ما الدكتور يقولك. في مثلا ببرونات مهمة جدا، بصي كفاية 3، انا محتاجتش اكتر من كده، واللي هما الصغيرين مش لازم تجيبي الكبار، يعني انا محتاجتهمش، فانا عن نفسي جبت صغيرين 3 وهما دول اللي فضلت يعني بستخدمهم طول الوقت. السرير بتاع البيبي طبعا،
وبرضو على حسب، يعني انت هتجيبي سرير مقفول كده في اوضه مستقله او هيكون معاكي، دي وجهات نظر انت حره فيها. انا عن نفسي كان البيبي له اوضه منفصله عشان لما يكبر اريح نفسي، ودي نصيحتي يعني، ده افضل. بس عامه لما هعمل فيديو تاني عن بعد الولاده وكده هقول لكم الحاجات اللي انا يعني مشيت عليها وريحتني بعد كده. بس سرير البيبي عامه مهم. لو هترضعي طبيعي، فانت ممكن وانت مثلا لو هترضعي طبيعي بحيث ان انت يبقى معاكي يعني زي يعني تعملي لبن او كده وتحطيه في الفريزر او حاجه او الثلاجه ويبقى معاكي وانت بره يعني، فانت ما هتحتاجي مثلا حاجه اسمها وورمر. دي بتكون حاجه كده كبيرة شوية وتبقى عاملة كده تقريبا، وبتحطي فيها مية سخنة قبل ما تنزلي وبتتقفل تتحفظ، وبعدين هي لها غطا كبير. لما بتكوني برا بتقلبي المية في الغطا وبتحطي فيها الببرونة وبتدفى لحد ما البيبي بتاعك يصحى وبعدين يشرب اللبن ده لو انتي حابة برضو، او هتعملي لبن طبيعي. دي تقريبا اهم الحاجات. طبعا كفر لو هترضعي مثلا بره او كده لازم يبقى عندك كفر. دي تقريبا يعني البيزكس قوي. وشنطه البيبي طبعا اللي هي تبقى فيها كل حاجه، مستلزمات البيبي، وطبعا تفكري في انواع البامبرز، وتفكري مثلا لو هتجيبي اكياس كده، بتبقى في اكياس كده بتتباع صغيره عشان البامبرز ومش عارفه ايه. دي تقريبا اهم الحاجات. فدي يعني خلاصة الحاجات اللي أنا عملتها في فترة الحمل. يا رب يا رب أكون ساعدتك يا مامي يا جديدة، في إنك تقدري يعني تبقي ملمة بكل الأفكار بسرعة. وبجد بجد يعني خليكي إيجابية، الموضوع بجد جميل ولطيف، والصعوبات فيه في صعوبات، بس والله هتعدي، والله بتعدي جدا. وخليك متفائلة وتبسطي وخرجي وتفسحي عشان انتي داخلة على حياة جديدة تستقبليها وانتي سعيدة، وتستقبليها وانتي يعني مبسوطة وخرجتي وسافرتي. وعادي على فكرة سافري وانتي حامل، انا سافرت وانا حامل، مفيش مشكلة يعني انك تعملي سياحة وانتي حامل، مفيش مشكلة. بس دي كل حاجة. يا رب يا رب أكون قدرت أدي ليكي بوش حلو وأساعد أي حد بجد بيمر بالمرحلة دي. ومرسي قوي قوي لوقتكم، ومرسي جدا. باي باي.